بسم الله الرحمن الرحيم. القناة ديال محمد أحليمي خدات على العاتق ديالها أنها تطرق العديد من المواضيع باش نحاول نسهل الفهم على المتتبعين. حاولنا نقسم المواضيع إلى أجزاء وإلى برامج باش نحاولوا نكونوا دقيقين من حيث المنتوج اللي كنعطيو المنتوج من حيث المعلومات اللي كنعطيو. فأول برنامج كان الطريق إلى الصحة، مازال حلقة مكثفة إن شاء الله. اليوم يمكن حيت كان عندنا واحد التوقف بحكم أننا كنا في الشهر الكريم ديال شهر رمضان، مي غادي نعاودوا إن شاء الله بإذن الله نستأنفوا، وغيكونوا حلقات مكثفة على نمط العيش في الموضوع وخاصة في برنامج الطريق إلى الصحة. برنامج بقلم أحمر كذلك هو برنامج يتطرق إلى بعض التشويشات وبعض الفتن الغذائية اللي يتم إثارة ديالها من أجل يعني التشويش على النظام الغذائي المغربي. فهذا برنامج إن شاء الله اللي غادي نحطوا عليه القلم الأحمر على هذه المواضيع اللي من المفروض أن الناس يكونوا عارفين ما هو الصحيح وما هو الخطأ. ويكفي أننا أمة اقرأ، ويجب أننا نضوّم بالعلوم، وإلا ما كانش عندنا باش نضويو وخاصة في هاد الظلمات ديال المعلومات اللي كتقال يمينا ويسارا، فكان لابد أننا نديرو هاد البرنامج بقلم أحمر من أجل أننا نتيرو وأننا نعطيو الأشياء ما هو الصحيح وما هو الخطأ من المنظور ديالنا. برنامج كنوز المغرب جا هاد البرنامج هذا من أجل أننا نهضرو على بعض الأغذية اللي توجد في المغرب، على القيمة الغذائية ديالها، ونعطيو الحيتيات ديالها في كل موسم، ونعاودو نتعلمو الأغذية الموسمية وكيفاش نعرفوها وكيفاش نعرف كل غذاء في الموسم ديالو. إذا هذا برنامج كذلك هو جا برنامج شامل، غيكون إن شاء الله بإذن الله على طول السنة بحال برامج أخرى، الطريق إلى الصحة ولا بقلم أحمر. هاد البرامج هدية في انتظار برامج أخرى إن شاء الله غتكون بالتوازي، من أجل واحد النهار أننا نكونوا فكرة على نمط العيش اللي ممكن أننا نعيشه إن شاء الله بإذن الله، ويكون يقي الإنسان من الأمراض. ما تنساوش بالليلة كانوا عندنا 100 شمعة وطفات 99 شمعة وبقات شمعة واحدة، ممكن أننا نشعلوا جميع الشموع. فخليونا نشعلوا هذه الشموع، شموع ديال نور العلم، من أجل أننا نخرجوا من الجهل اللي هو الجهل ديال الظلمات بعض العلوم اللي ربما أساءت لما هو علمي أكثر مما أعطت لهذا المجال هذه. فتسنى إن شاء الله بإذن الله حلقات مكثفة إن شاء الله بإذن الله. ولا تنسوا أن من الحكمة نعرفوا شنو كناكلوا، ومن الذكاء نعرفوا شنو كناكلوا. ولا تنسوا أن الداء والدواء في الغذاء، والمرض والد والشفاء مطلوب، والوقاية خير من العلاج. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.